السلام عليكم. النهاردة هعمل كحكة الشباك والضفيرة اللي بنشتريها من الفرن بمكونات بسيطة خالص. 300 جرام دقيق ومعلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة سكر ورشة ملح وثلاث معالق زيت وكوباية مية بدرجة حرارة الغرفة. هننزل أول حاجة بالدقيق وننزل على الدقيق بالخميرة والملح والسكر وكوباية المية مج ونعجنهم. بعجنهم لحد ما يتماسكوا مع بعض. لحد ما يوصلوا للدرجة دي انزل عليهم بالزيت وارجع اعجنهم تاني. المهم بقى بالزيت لحد ما تبقى عاملة معايا كده. هغطيها حلو واسيبها تخمر. كده بعد ما خمرت هنقلها بقى واشتغل. وانا بعملها هبل ايدي حبة زيت واشتغل ادورها بقى واشكلها زي ما انا عايزة. بس والله كان طعمها جميل جدا. وبحط السمسم، بحط ايدي في حبة زيت صغيرين واخد السمسم وانزل بيه على القرصة. بكمل بقى دي الكحكة الشباك وعمل بعدها الكحكة الضفيرة. ده خلصتها هنقلها في الصاج اللي هسوي فيه. دي بقى الكحكة الضفيرة باخد حتة وبرمها بالطول وحتة زيها بنفس الطول وضفرهم مع بعض. وارجع بقى لفهم دايرة. واحط ايدي في الزيت وارجع للسمسم وانزل على الكحكة. ومعظم السمسم يعني بتفتفت على ما تستوي بس في يعني بيبقى في حبة في الاخر. بكمل العجينة بقى بعمل واحدة تاني شباك. انا مش عارفه انتوا بتسموها ايه، احنا بنسميها كحكة الشباك. والتسويه بقى لو عايزينها طريه وقريبه من الفينو بتسووها على نار عاليه. لو عايزينها ناشفه شويه، انا بحب الحاجه مش طريه قوي، بتوطوا النار شويه بتعملوها مثلا على 190 وفوق وتحت. انا عملت حرف الام اللي هعملها في الاخر دي طريه، عليت عليها النار. دول خليته شويه عشان بحبها ايه ماسكه نفسها شويه. دي كان حبه عجينه بقى فايضه، قلت اعمل حرف الام على اسم مطبخ مريومه. وبجد كان طعمها جميل. هنا في الفرن ما شاء الله نفشت وبقى شكلها جميل وطعمها جميل. ده
ده حرف الام عملته طري، ولعت عليه النار عالية، كوباية شاي بقى وحتة جبنة. بصوا عاملة ازاي. وبعد ما نخلص نحط الكمية اللي عملناها في كيس ونربطها عشان ما تنشفش قوي، وبألف هنا.